السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوات يقولون طيب نحن الآن اللي تفوتنا الصلوات، الصلاة الجهرية يجهر بها الإمام والمنفرد، أنا أصلي بروحي أجهر بها. السؤال للنساء يقولون هل نحن كنساء نجهر؟ نعم تجهر المرأة وتسمع نفسها إذا كان هناك رجال، إنما تحرك شفتين وتسمع نفسها. وأكبر خطأ يقع فيه بعض الناس، وهذا أكبر خطأ سواء رجال أو نساء، إمام أو مأموم، أنه يقرأ في قلبه ولا يحرك شفتيه. إذا ما حركت شفتيك الصلاة لا تصح، لأن القراءة لا تكون إلا بالتلفظ، أما قراءة من القلب تقول أنا ما حرك شفتي، لا، واجب أنك تحرك شفتيك تسمع نفسك. الرحمن الرحيم مالك، وهكذا تسمع نفسك. بعض الناس فيه وسوسة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شوش عليك والله ما قدرت أقرأ شيء، هذا خطأ ولا يصح وما يجوز أنك تشوش على الناس. وفي المقابل بعضهم قاعد يعني تقرأ أنت، يقول وين تقرأ؟ يقول في قلبي، لا يصح هذا الشيء. على هذا أن خباب رضي الله عنه وأرضاه سئل أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر، يعني مغرب وعشاء وفجر وجمعة وعيدين، إحنا نسمع قراءة يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جميل، لكن الظهر والعصر ما نسمع شيء، أكان يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال طيب كيف عرفت؟ قال باضطراب لحيته، فدل على وجوب تحريك شفتين عند القراءة. في المقابل أيضا بعض الناس يمسك القرآن ويبطل القرآن، قاعد تقرأ أنت يا أخي وين قرأت؟ يقول أقرأ بعيني أمر، وهذا لا يصح، يجب أن يحرك شفتيه. والدليل كما قلت لكم قول خباب كان يقرأ أي بتحريك لحيته، فدل على أن الإنسان يحرك شفتيه عند القراءة. استطراد، تخيل واحد طلق زوجته بقلبه لكن ما تلفظ، يقول أنا ما حقت علي جيت بطلق، تلفظت أنت؟ لا، الطلاق له ركنان، نية في القلب وتلفظ باللسان، إن تلفظ وقع الطلاق، إن تلفظ قرأ، لم يتلفظ لم يقرأ، يعني الصلاة لا تصح والقراءة لا تصح حتى تحرك شفتيك في القراءة.